السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل يجب يا شيخ غسل الدبر عند الغسل؟ وهل يلزم الوضوء بعد الغسل إن غسلته؟ هل يجب غسل الدبر عند الغسل؟ يعني في براز نزل منك ولا ايه بالضبط؟ لا، عند الغسل هل يجب مر الماء على الدبر؟ ايوه. في نجاسة موجودة؟ لا. خلاص افرغه على نفسك، افرغ الدلو على نفسك. تمام.